وإلى تفاصيل النشرة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، ما ينعكس على استقرار العملة وتوفير فرص عمل للشباب. وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الإسمنت والرخام في بني سويف إن المصانع يجب أن يتم إنشاؤها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية. السوق المصري لو احنا كدولة قدرنا نلبي تقريبا كل مطالبه، ده في حد ذاته فرصة كبيرة جدا جدا لينا لحاجات كتير. اول حاجة منها ان احنا فاتورة الاستيراد اللي احنا بنستورد بيها من الخارج هتقل كتير، لان احنا هننتج حاجتنا او هننتج جزء كبير من حاجتنا ما امكن. النقطة التانية ان احنا العملة الحرة اللي احنا بنستنفذها في يعني استيراد مستلزماتنا والمطالب اللي احنا عايزينها هنوفر منها جزء كبير، وده برضو بينعكس على استقرار للعملة في مصر. ودعونا نرحب في الاستوديو معنا بالسفيرة جايلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك. أهلا بك. يعني كيف تقرئين مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وتخفيض الاستيراد من الخارج؟ ده المنهاج والمدخل الطبيعي لأي إصلاح اقتصادي ولأي إدارة اقتصادية لاقتصاد أي دولة، إن لازم يبقى الداخل أكتر من المنصرف عشان يبقى فيه فائض نستطيع ان احنا نوجهه لباقي الخدمات اللي احنا محتاجينها في الدولة. ده 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 يعني الاقتصاد مبسط جدا. لو بصينا بقى للإحصائيات هنلاقي ان مصر بتستورد تقريبا في حدود حوالي، انا هقرب الارقام، في حوالي بتستورد بحوالي 50-70 مليار وبتصدر بحوالي 20 مليار. فبالتالي عندنا عجز في الميزان التجاري المصري 50 مليار جنيه سنويا. ده عبء غير عادي على أكتاف الدولة وعلى أكتاف الحكومة وعلى أكتاف الشعب المصري، وبتحرم الشعب المصري من مردود إن هو يبقى عنده فائض في الميزان التجاري يوجه لي كل الخدمات اللي احنا عايزينها، للصحة، للتعليم، لتحسين الطرق، لتحسين الخدمات الإدارية، لتحسين النظام الهيكلي في مصر. فبالتالي محتاجين لهذا العمل وبشدة. وزي احنا اي اقتصاد، كلما تمكنت الدولة من انتاجها ان هي تقدم على انها تقدم للمواطن كل شيء صنع في مصر على قدر ما فيش دولة طبعا بتستكفي بما تنتجه، ولكن إذا كنا كمية ما يكتب عليه صنع في مصر يزيد عن ما نستورده، أعتقد أنها هيكون ده الحل الطبيعي والمنطقي، واللي يخرجنا بقى من الحتة بتاعت عنق الزجاجة المستمر اللي احنا فيه بقالنا سنوات دلوقتي. لا شك أن شركات قطاع الأعمال العام بتشكل ثروة بإمكانياتها حتى ولو متقادمة، حتى لو متآكلة، بتشكل ثروة قومية لابد أن يعاد توجيهها ويعاد استخدامها ويعاد تحديثها بحيث أن هي تغطي هذه المهمة. إحنا عندنا أعتقد أن النهاردة كانت الإحصاءات بتقول أن عندنا حوالي 121 شركة كبيرة بتعاني من خسارة. طيب هنقدم جزء منها، أجزاء منها أو من بعضها في البورصة المصرية. الأمر بقى هنا بيرتبط بقطاع الأعمال الخاص بقى، إن هو يقدم على شراء ثم إعادة هيكلة وإعادة تنظيم وتأهيل هذه المصانع علشان نقدر نوصل للي إحنا بنتكلم فيه، إن يبقى الوارد اقل بكتير او اللي احنا بنستورده اقل بكتير من اللي احنا بنصدره.